تداول ناشطون اليوم الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي الهوية العسكرية للأسير الذي ذبح قبل يومين على يد عدد من عناصر حركة نور الدين زنكي بعد أسره في منطقة الملاح شمال حلب. وتوضح الهوية أن الأسير هو مسلح من مواليد مدينة حمص عام 1997، ما يعني أنه سوري عمره يبلغ 19 عاما وليس طفلا فلسطيني الأصل. وبحسب معلومات متطابقة فإن الأسير مصاب بمرض تلاسيميا ليبدو كما لو أنه أصغر من عمره. وكانت حركة نور الدين الزنكي استنكرت حادثة ذبح الأسير وأكدت على تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في الأمر متعهدة بمحاسبة الفاعلين. والحديث أكثر حول هذه الحادثة ينضم إلينا عبر سكايب من الحدود السورية التركية عضو المكتب السياسي حركة نور الدين زنكي ياسر اليوسف. أهلا بك سيد ياسر. الصور أظهرت الأسير على أنه طفلا فيما بيّنت الهوية العسكرية له أن عمره 19 عاما. هل يمكن لهذه المعلومات الجديدة أن تغير من تعاملكم مع القضية؟ أحييكم وأحيي السادة المشاهدين. الآن يعني نحن منذ اللحظات الأولى كانت لدينا العديد الأدلة والقرائن، ولكن حجم الصدمة التي أصبنا بها نحن والرأي العام العالمي أضف للثوار من الانتهاك الحاصل، يعني أحدث ارتباك لدى طريقة الإخراج يعني هذا الأمر، وحتى أصبح الحديث عن أي تفاصيل حول ما جرى يصب في يعني سياق التبرير لما حصل. ولكن الآن اللجنة القضائية المختصة بالتحقيق في الحادثة تتابع التحقيقات ولكن تتوخى السرية، وذلك لأسباب عديدة تتعلق بخصوصية هذا الملف، إضافة إلى يعني البحث حول من حرض ومن دفع لهذه العملية. نعم. نعم سيد ياسر، نعم أسمعك. الموضوع أنه البارحة كان هو مجرد طفل وضجت وسائل التواصل الاجتماعي متهمة الحركة بكثير من الأمور، والآن تبين أنه كان مقاتل وهو ليس طفلا. يعني هل هذا الموضوع ممكن أن يغير في التحقيقات التي تجريها الحركة الآن؟ نعم، نحن منذ البداية يعني نعلم لدينا وثائق حول هذا المقاتل، ولكن يعني السياسة العامة لم تكن تسمح لنا بالكشف عن هذه الملابسات، يعني فلتقوم اللجنة القضائية التي تسلمت الدلائل والقرائن حول عمر هذا المقاتل والمكان الذي قبض عليه فيه وباقي التفاصيل. طيب يعني الآن سيد ياسر، قاموا بعض هل هناك بالحديث عن اللجنة هذا القضائية قاتل بنشر صورة لهويته العسكرية، نعم، كحالة من الدفاع بأنه ليس فلسطيني وبأنه ليس مرتزق وإنما هو مواطن سوري من قرى حماة وكان يقطن في حمص، يعني ويصفونه بالشهيد وبالبطل، فبالتالي هم يعني ساهموا بشكل أو بآخر يعني بذات الطريقة التي يعني قاموا به عناصرنا بالكشف بهذه الطريقة. طيب سيد ياسر، فبالتالي يعني بالحديث عن الآن اللجنة يعني القضائية، اسمح لي، بالحديث عن اللجنة القضائية، هل هناك أي مستجدات في عملها في خصوص قضية هذا الأسير الذي قتل، وما هو مصير العناصر الذين أعدموه؟ اللجنة القضائية ابتداء من اللحظات الأولى قامت بالاحتجاز والتوقيف الرسمي على ذمة التحقيق، ويعني الآن يعني في حالة صدمة طبعا من حالة التجيش التي يمارسها الإعلام، إعلام حزب الله وإعلام النظام، يعني الجميع يعني يتابع يعني هذا الضغط على الرأي العام نتيجة هذه الحادثة، ولكن هذا لن يغير بمسير بسير التحقيق وبالبيانات التي يمكن أن نظهرها قريبا على الإعلام. نحن وعدنا بالمحاسبة ووعدنا بالمساءلة ونددنا واستنكرنا هذه العملية وبأشد العبارات، ونعد يعني نحن على موعد مع أهلنا وشعبنا بإظهار نتائج هذه التحقيق، إضافة إلى إنزال العقوبات الواجبة والمستحقة لمن ارتكب هذا الانتهاك. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الحدود السورية التركية ياسر اليوسف عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين زنكي.